البداية مع مستجدات الأزمة الخليجية، حيث عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن تفاؤله بحل الخلاف الخليجي. وقال جود ديري نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب ناقش مع الملك سلمان الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية الرئيسية. وفي المقابل هاجم خالد بن أحمد الخليفة مستشار ملك البحرين دولة قطر على خلفية إيقافها طرادا بحرينيا مؤخرا، كما تحدث محمد بولعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني عن تحرك نيابي ضد قطر في مجلس التعاون الخليجي بشأن ما وصفه باستهداف الدوحة للصيادين البحرينيين. الحديث في هذا الموضوع معنا عبر سكايب من لندن الأستاذ محمد العمري الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. إذن العديد اعتبر بأن ما يقع الآن هي محاولة بحرينية للتشويش على جهود المصالحة الخليجية، وأساسا على ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن من محاولة جمع الأطراف الخليجية نحو حل هذه الأزمة وإيجاد مخرج لها. نعم، ما في شك. بالمناسبة يعني قضية الطراد أو حتى قارب الصيد، هو قارب صيد يعني، ليس بارجة وليس حامل الطائرات. وبالمناسبة فيش الدبل أو المنطقة البحرية هذه تاريخيا كان عليها خلاف كبير، وحسمت في محكمة أثناء التحاكم الدولي بين دولة البحرين وقطر، وآلت هذه المنطقة قانونيا إلى قطر. الغريب أنا استمعت لتصريح وزير الداخلية، اجتمع مع الصيادين وتكلم أنه آباءنا وأجدادنا كانوا يصطادون بهذه الأماكن، وهي أيضا أماكن مصائد للؤلؤ والأسماك، يعني كان كلام عاطفي. وواضح أنه البحرين حقيقة هم مشت تهميش يعني كبير، هي والرباعي كذلك ومصر والإمارات، فبدوا غير راضين نوعا ما، وإن كانوا يتناغمون مع السياسة السعودية. فهم ما هي إلا قضية يعني شغب، ولا الحقيقة يعني لا يوجد أصلا خلاف حقيقي طيب بين البحرين أستاذ وقطر أو محمد، حتى أنت الإمارات قلت يعني. قضية شغب، هذه المشاغبة البحرينية، هنا سؤال يطرح نفسه، كيف تتجرأ دولة مثل البحرين أن تشاغب وأن تشوش على جهد أمريكي وعلى يبدو رغبة غير معلنة سعودية رضوخا أو هي يعني تماهيا أو تماشيا مع رغبة دونالد ترامب من أجل إيجاد على الأقل بدايات حل أو اتفاق مبادئ من أجل حل الخلاف الخليجي، كيف تتجرأ البحرين على السعودية؟ هو البحرين بالمناسبه هي داعمه للسعوديه في هذا الشغب، لانه هذا الدعم، لانه هذا الشغب الحقيقه يساند المفاوض السعودي لارضاخ المفاوض القطري في نقاط اصلا هي جديده. لانه نحن بالمناسبه ذهبت هذه المفاوضات قطر والسعوديه فقط لا غير، بدون الرباعي، بدون الامارات ومصر، وبدون البحرين. كذلك عندما جلسوا على الطاوله او وجد الوسطاء نسيت قضيه ال13 شرط، فهي الحقيقه يعني هزيمه يعني قويه. فلذلك لابد السعوديه حقيقه تتمظهر ببعض اعتراضات عبر الحلفاء، سواء الامارات او سواء مصر، الى الان محتفظه نوعا ما بالصمت، والبحرين. فهو هذا التحالف يدعم السعوديه بطريقه او باخرى. يعني استاذ محمد، هذا توزيع ادوار بين السعوديه وكانها تظهر بانها مقبله على الحوار، في حين البحرين تشاغب كما ذكرت او تشوش يعني. صحيح، نعم، ما في شك. الحقيقة أنه السعودية والدول الرباعي رضخت للأمر الواقع، وأصبح التفاوض فقط بين قطر والسعودية يعني، ورغبة قطر. قطر لا تريد أن تتفاوض مع البحرين، لا ترى وجود يعني أصلا خلاف. وكذلك يعني مصر آلاف الكيلومترات، لا يوجد أصلا يعني أي مجال للخلاف. ولكن الإمارات دولة جارة وهي معنية بشكل مباشر، وممكن حتى الخلاف مع قطر هو مع الإمارات أعلى السقف، ألا ترى بأن ممكن الإمارات تدفع البحرين حتى يعني تجاوزا للسعودية بأن هي تقوم بمثل هكذا عيان كما سمينا تشويش أو شغب؟ الحقيقة الإمارات لا تمارس تشويش، الإمارات دولة تمتلك مخطط حقيقة، مخطط تخريبي أصلا. وأنا في اعتقادي وفي ظني أن الإمارات تستهدف أيضا السلطات السعودية أو الدولة السعودية لوجود أيضا خلافات نفطية وحدودية على عروق الشيبة وعلى حقل الشيبة. يوجد أيضا إشكالات يعني كبرى بين السعودية والإمارات،
وإن كانت هي مؤجلة، ولكن الإمارات تدفع السعودية دفعا نحو الخلاف مع قطر وتورطها أصلا في مثل حرب اليمن. الإماراتيين عندهم الحقيقة مخطط كبير وعريض يستهدف السعودية نوعا ما، ويستهدف القطريين بشكل مباشر. فهي تختلف حقيقة أدوار البحرين عن الإمارات. الإمارات واضح يعني مسنودة دوليا أو من خلال يعني قوة خفية، ولكن عندها مخطط يعني معين تسعى ولكن ألا لتنفيذه. تستغرب معي ومع العديد يعني من المتابعين للأزمة الخليجية وللتطورات في منطقة الخليج بأن دولة مثل الإمارات قادرة أن تتحكم في القرار السياسي السعودي، قادرة أن تدفع بالسعودية في الدخول في أزمة مع دول الخليج ومع الدول الأخرى، قادرة أيضا لدعم السعودية في التورط في الريبال المتحركة في اليمن؟ هل العقل السياسي السعودي والمطبخ السياسي السعودي هو هش وقابل للاختراق إلى هذا الحد؟ هي الدولة السعودية تمر بلحظة تاريخية وبحالة ضعف تاريخي، فلذلك محمد بن زايد بعلاقاته الدولية مع ترامب عندما وصل للرئاسة استطاع أن يقنع ترامب بتغيير الكراسي في بيت الحكم في الأسرة السعودية، فاستطاع أن يدعم ويعرف ترامب على محمد بن سلمان. فلذلك كان هذا هو الثمن، رضوخ السعودية لرغبات محمد بن زايد. الحقيقة البيت السعودي عادة أو متعارف عليه يعني دستوريا أو حتى أمر غير مكتوب، ولكن بحسب وصية الملك سعود يكون الحكم في الأبناء متسلسل حسب الأصلح أو الأكبر وهكذا. فيها الآن يوجد أبناء لعبد العزيز 3 أو 4، ولكن تم تجاوزهم والذهاب إلى حفيد. فمن هنا هم أصلا الملك سلمان حقيقة ارتكب يعني مجزرة في أسرة آل سعود عندما انتقل هذا الانتقال. وكذا والأمر الأخطر الآن، اختار أحد الأبناء الحقيقة غير مؤهل للعمل في مشروع تجاري أو في وظيفة عامة، خاصة أن الملك عبد الله كما ذكرت التقارير عاقب محمد بن سلمان فترة من الفترات على تدخله في سوق الأسهم والمساهمة في خسائر يعني بعض الشركات. فالرجل غير مؤهل، بينما يوجد من أبناء الملك سلمان على سبيل المثال بعض الشخصيات نوعا ما مقبولة يعني شعبيا، مثل الأمير عبد العزيز بن سلمان أو سلطان بن سلمان، لهم شيء من الشعبية ويأكلون ويمشون في الأسواق، بخلاف محمد بن سلمان لم يختار هؤلاء المتعلمين أصلا، بل اختار يعني الابن الأصغر وغير مؤهل أصلا. طيب فلذلك تداعي محمد ذلك بن زايد أو الإمارات استطاعت اختراق الأسرة الحاكمة في السعودية والعبث في ترتيب الحكم. طيب نحن على بعد أمتار صح التعبير من القمة الخليجية المرتقبة، هناك جهود كويتية فعلا لجمع كل القادة الخليجيين. في تقديرك هل تنجح الكويت أو هل تنجح الضغوطات الدولية تمارس أو الوساطات التي يقوم بها دونالد ترامب من أجل أن يكون الأمير تميم في الرياض؟ ممكن حتى يكون أقل تمثيلا، لكن الإشكالية حقيقة لا لم يعني تحل. لو كان الإشكالية أقل تمثيلا يعني لا يعتبر ذلك نجاح؟ نعم لا يعتبر نجاح، لأنه في ظني لن يذهب الشيخ تميم، ممكن يعني نائب الأمير أو رئيس الوزراء لأسباب يعني كثيرة. إمكانية التوصل لمصالحة في هذا الوقت الضيق غير ممكن، ولكن هو أتى برغبات حادة من قبل الإدارة الأمريكية. وحتى هذا التوقيت عندما هزم ترامب في الانتخابات تم الضغط على قطر وعلى دول الخليج لتتم المصالحة وإقفال هذا الملف قبل أن يخرج من الحكم. وفي حديث لكلام وفي كلام يتردد أنه افتعال هذه الأزمة كان لأسباب مالية وابتزاز مالي، فلذلك قد يفتح هذا الملف بعد خروج ترامب السنة القادمة هو فتح هذا ويفتح الملف تحقيق في هذا أستاذ الأمر. محمد، هو هذا الملف فتح، عديد التقارير الإعلامية فتحت هذا الملف يعني. ما في شك، نعم صحيح. لكن بالمناسبة يوجد إشكال كبير الآن وتحدي الحقيقة كبير، وهو قضية مقارنة الشعب السعودي بعد أن يتم الصلح. قطر الحقيقة استطاعت أن تنتصر بالقوة الإعلامية بينما هزمت السعودية في هذا الملف. قطر استطاعت أن تنتصر بالملف الرياضي، ونحن نعلم أن الحكومة المؤسسات القطرية تمتلك حقوق البث الكثير من الأنشطة الرياضية، وكذلك قبل يومين أو 3 أيام تحصلت على تنظيم كأس آسيا.
ونحن نعلم انه من خطه الحكومه السعوديه لاشغال الشعب السعودي دفع هذا دفع 60% من الشباب نحو الانشطه الرياضيه. الحكومه السعوديه لا تمتلك الادوات الان الرياضيه بحيث تسعد الجمهور الرياضي، بخلاف او بعكس قطر نجحت في هذا الملف تنظيما وحتى في الالعاب الرياضيه عبر عده طرق، ومنها يعني استقطاب بعض الكفاءات. طيب الامر الاخر القوه الاقتصاديه، وهذا امر مهم جدا. عندما يقارن الشرطي السعودي او المعلم السعودي نظيره القطري يجد الراتب او الدخل 3 أو 4 أضعاف، هذا امر مؤلم. الحكومه السعوديه لا تستطيع ان تغطي هذا العجز وهذا الفارق. فقضيه الرفاه هذا من المقارنات والعجز في موازنه بعد 2021 20 تقريبا 71 مليار دولار، يعني ليس عجزا بسيطا يعني. والعجز بالمناسبة تراكمي، وأتوقع هو بدل يعني حتى الأموال المرصودة في البنك أو في البنوك في البنك المركزي بدأت تتآكل، العملة الأجنبية بدأت تتآكل والدين بدأ يتصاعد، فيوجد إشكالية كبيرة. أمر آخر وخطير جدا قضية القوة الدستورية. نحن نعلم أنه قبل عدة أسابيع أصدر الشيخ تميم والحكومة القطرية أصدرت قرار بقضية الانتخابات المقبلة في شهر أكتوبر، يعني بعد 11 شهر أو 10 أشهر انتخابات مجلس الشورى القطري. نحن لازلنا في السعودية مجلس معين من 30 سنة تقريبا، وحتى التعيينات للأسف تكون من موظفين سابقين عند الملك أو متقاعدين وهكذا. فهذا التحدي الحقيقة تحدي خطير، قضية المشاركة السياسية. فعندما يقارن يعني المواطن القطري مرتاح نفسيا من حيث الرفاه الاقتصادي، بينما السعودي يعاني كذلك. مع ذلك زادت الحكومة القطرية في قضية المشاركة السياسية، أو فتحت المشاركة السياسية الحقيقة بحسب رصدي للأحداث دون أي ضغوط شعبية. هو هذا ممكن أستاذ محمد، ممكن هذا سيزعج كل الأنظمة الموجودة في الخليج، إذا استثنينا الكويت طبيعي، هو ما أسست منظومة الحكم في الخليج العربي. صحيح. وهذا سيزعج العديد الأنظمة. أشكرك أستاذ محمد العمري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا لك.